الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من ذهب للبر هل يجوز له الإفطار، علما أنه ابتعد عن المدينة أكثر من 100 كيلو تقريبا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشارع قد رتب على الدخول في مسمى السفر أحكاما شرعية، فمتى ما دخل الإنسان في مسمى المسافر فإن هذه الأحكام الشرعية تثبت في حقه، ومتى ما انتفى عنه مسمى السفر فإن هذه الأحكام تنتفي في حقه. وهذه المسافة المذكورة في السؤال لا جرم أنها عندنا تسمى سفرا، فإذا قطع الإنسان من بلده هذه المسافة فإنه يدخل في مسمى المسافر، وإذا كان داخلا في مسمى المسافر فإن أحكام السفر تثبت له، ومن جملة أحكام السفر جواز الفطر، فيجوز لك أيها السائل بناء على ذلك أن تفطر في هذه في قطعك لهذه المسافة، فلا حرج عليك أن تفطر إذا قطعت هذه المسافة المذكورة في السؤال، والله أعلم.